السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى أن شابا صالحا كان في قرية صغيرة. هذا الشاب كان شابا فتيا وسيما جميلا، لدرجة أن فتاة من فتيات القرية افتتنت به. وفي يوم من الأيام حلت عاصفة بهذه القرية، استغلت الفتاة هذه العاصفة وذهبت إلى بيت الشاب وطرقت الباب وكذبت وقالت إن أهلها لا يريدون أن يدخلوها البيت، وطلبت من الشاب أن يؤويها في بيته إلى أن تهدأ العاصفة، فاضطر الشاب أن يدخلها البيت. وفي الليل ذهب الشاب كعادته لقيام الليل، فإذا بالفتاة تلقي معطفها، فإذا بها متهيئة متزينة وكأنها تقول له هيت لك. هذا الشاب إنه شاب، حدثته نفسه بفعل الفاحشة، ولكنه أراد أن يؤدب نفسه، فوضع إصبعه على شمعة المصباح وقال لنفسه: يا نفس، أتستطيعين على النار صبرا؟ وكبر وصلى ركعتين ثم سلم، فوجد نفس المنظر، الفتاة متهيئة متزينة. فأخذ إصبعه الثاني فوضعه على الشمعة وقال نفس الجملة: يا نفس، هل تستطيعين على النار صبرا؟ ثم كبر وصلى ركعتين ثم سلم، فوجد نفس المنظر. يقال أن هذا الشاب مرر أصابعه العشرة على الشمعة، فلما رأت تلك الفتاة من هذا الشاب هذا الفعل ذهبت إلى بيت أهلها تائبة. ومرت الأيام، ثم جاء رجل إلى هذا الشاب فقال له: لقد رأيتك ورأيت صلاحك، إني أريد أن أزوجك ابنتي. فوافق الشاب وتم العقد، ودخل الشاب على الفتاة، وكانت المفاجأة أن رأى الفتاة التي دخلت عليه تلك الليلة. لقد تركها في الحرام ليلة واحدة خوفا من الله تبارك وتعالى، فرزقه الله تبارك وتعالى بها العمر كله في الحلال. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأحبة. أرحب بضيفي وضيفكم أبي الشيخ طه يعقوب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا مرحبا، تشرفت بحضرتك. أنا تشرفت، ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. مولانا، يعني النهاردة عايز نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو بداية شاب ملتزم. فبعض العقبات التي تقابل الشاب الملتزم، أولها يقال أن الشاب الملتزم عليه قيود كثيرة، بخصوص أنه ملتزم وأن غيره من الشباب ليس عليه قيود ويشعر بالحرية والانطلاق، فما رأي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما احنا عايزين نضبط مفهوم الحرية. تمام. يعني ايه الحرية؟ تمام. لو ضبطنا مفهوم الحرية، ربنا سبحانه وتعالى بيدي في القرآن أمثلة رائعة. تمام. يقول الله جل جلاله: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فاحنا لما نيجي نمسك مفهوم الحرية، فهل أنا أبقى عبد لسيد واحد، ولا هل أنا أبقى عبد لعدة أسياد؟ فالحرية مفهومها أن يكون لي سيد واحد يأمرني وينهاني. تمام. فلما نمسك الملتزم، هو يعبد كم إله؟ إله واحد. الإله الواحد هو الله جل جلاله، يأمره وينهاه فيطيع. طيب نيجي نمسك اللي مش ملتزم،
ربنا سبحانه ادى تعبير في منتهى الروعة، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: كلما هوي شيئا ركبه. فدلوقتي هو أصبح بيحب النساء فصار يعبد النساء، تمام، فصار إلهه شهوته، تمام، يحب المال، يحب السلطة، يحب الشهر، يحب. طيب أيهما أسعد، الملتزم الذي يعبد إلها واحد ولا اللي مش ملتزم اللي عمال يتنقل فيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة صلى الله عليه وسلم يستحيل معها أن يستقيم أحد من هؤلاء، قال تعيس عبد الدينار، فاللي هيعبد الفلوس مستحيل يبقى سعيد، تعيس عبد الخميص، تعيس عبد القطيف، تعيس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. تمام. فمن المستحيل أنك أنت تقول لي أنه سعيد. ليس سعيد إطلاقا. تمام. وأي واحد يجي يقول لي فيهم إيه مفهوم السعادة؟ مفهوم السعادة أنك أنت لك إله واحد يأمرك وينهاك تطيع. تمام. فراحتك وطاعتك في طاعة الله. أما العاصي هو خد شهوة. ما في واحد مستحيل يبقى قلبه سليم ويأتي شهوة إلا ولابد أن يتألم بعدها. تمام. الشيخ أحمد زيدان بيبلغ سلامه لحضرتك. أخرقه من السلام. جزاكم الله خير. يعني مضمون الكلام إن حضرتك بتقول إن السعادة والحرية هي في الالتزام بشرع الله عز وجل والالتزام بما أمر به الله عز وجل ونهى عنه. الطبيعي حريتك انك انت لك اله واحد يامرك وينهاك. لما يبقى لك 10 الهه هتبقى مستريح ازاي؟ تمام. يعني انت عايز فلوس وعايز نساء وعايز عربيه وعايز وعايز، هتستريح ازاي؟ تمام. لازم تبقى تعبان. تمام. طيب يعني اشتهر على السنه الناس ان الملتزم متعصب وان الملتزم حاد الطباع وإن الملتزم يعني مكفهر الوجه كده، إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ طب نقول واحدة واحدة. تمام. هو الملتزم حد الطباع هو معاه الحق ولا لأ؟ تمام. القاعدة كده أن لصاحب الحق سطوة، فهو على حق. تاني حاجة، احنا عادة الملتزم ممكن يبقى في أسرة ما فيهاش ولا واحد ملتزم، ممكن يبقى في بيئة ما فيهاش ولا واحد ملتزم. تمام. ممكن يبقى في مجتمع ما فيهاش ولا واحد ملتزم. فكون ان هو ثابت لوحده، هل ثبته الوحدة ده سهل ولا صعب؟ لا مش سهل طبعا، الثبات على الحق مش معنى كأنك انت بتقوي. تمام. حضرتك ممكن تبقى انت متجوز ومراتك واولادك مش ملتزمين، فانت بتقوم عشان تقومه على الاستقامة وانت بتقاوم عشان تستقيم. تمام. فالموضوع صعب، فده بيورث عادة نوع من أنواع القوة في الحق. القوة ممكن يسيء استخدامها لأنها بتبقى عنيفة أحيانا، بس ما فيش إشكال إن في عنف فكري إنك أنت معك حق. فأنت لا تقبل إن حد ما غيرك يجي يهاكمك في فكر أنت تظن أنه الحق، فأنت بتقوم، خصوصا إنك أنت شايف إنك أنت مش بتتكلم في أمور دنيوية، أنت بتتكلم في دين وجنة ونار. تمام. فما فيش اشكال انك انت، احنا بنقول انك انت عشان تثبت لابد انك تبقى ناشف شويه. لو انت لو لين مش هتثبت. فلابد انك تكون ناشف شويه عشان تثبت. اللهم المستعان. طيب حضرتك يعني الشاب الملتزم اكيد له دور في المجتمع. تمام. المجتمع اللي هو بيعيش فيه. تمام. تمام. دور الملتزم في صناعة مستقبل الوطن الذي يعيش فيه. ما احنا مفهوم التقدم، ايه مفهوم التقدم عندنا؟ تمام. هل مفهوم التقدم عندنا معناه ان انا اتقدم علميا وتقنية وتكنولوجيا وتطور، ولا انا التقدم بتاعي ان انا تبقى قضيتي يعني ايه؟ انا كنت لسه امبارح ولا اول امبارح في كتب كده كان بيتكلم عن مقالة اسمها أمد الحياة، كيف تطيل أمد الحياة. فبيقول لك إن الدين بتاعنا ده بيربط الماضي
والحاضر بالمستقبل برباط واحد. فهو جايب لك من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ومديك فكرة متكاملة، والأمم اللي قايب لك عملت إيه، فأنت تعيش الماضي وفي نفس الوقت أنت الواقع بتعبد فيه ربنا عشان تعيش في أمل المستقبل أنك أنت لك الخلود. فإحنا أنت المفروض أنك أنت الفئة الوحيدة اللي بتعبد ربنا عشان تعيش المستقبل بكل طموحاته، أنك أنت مش القضية مش أنك أنت تموت وتنتهي. فدورك في المجتمع، لما ربعي بن عامر قال إيه؟ قال إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. مش ده أهم دور؟ تاني حاجة لما نمسك الملتزم، إحنا عندنا فقير، مين اللي بيتولى أمره؟ الله عز وجل. الملتزم هو اللي بيقوح ياخد الفلوس من الفقير، غني يدي الفقير. واحد ضال، مين اللي بيتولى أمر هدايته؟ الدعاء. الدعاء. عندنا واحد مريض، يعني كان زمان بيحكوا حكاية كده إن في رجل ما كانش ملتزم فكان دايما بيسيء للملتزمين فالمهم مراته تعبت وعملت عملية، فراح فاحتاج نقل دم، فبدأ يلف على الناس فما حدش يرضي، فقالوا له مش هينفع تروح تجيب دم إلا من مسجد الملتزمين. راح قدموه في مسجد، قال لهم أنا مراتي مريضة جدا برغم العداء الشديد اللي كان بينه وبينهم، لكن أنا محتاج حد يتبرع بالدم. راح مع 10. فدور الملتزمين دول قضية الدعوة لله عز وجل، قضية الكفالة للفقير واليتيم والأرمرة والمسكين، قضية الإرشاد والهداية. يعني دلوقتي لما نيجي نقوم أي دعوات ضالة، مين اللي هيقومها؟ مش الشباب الملتزمة. لو فتح أي سبيل للدعوة يعني مين اللي فهو ده دورهم، أهم دور قضية البناء الأممي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإحنا البناء الأممي من قضية بناء الأمة كلها، البناء الأخلاقي، البناء الديني، البناء الشرعي. يعني إحنا مش مطالبين إن إحنا ناخد الحضارة بكل تلوثها، لا، إحنا مطالبين إن إحنا ناخد حضارة نظيفة زي ما قامت الحضارة الإسلامية في خلال 10 سنين سادت وحددت إمبراطورية الفرس والروم. ما هيش قضية تقدم تكنولوجي ولا تقني ولا أي حاجة، لكن قضية الدين. إحنا ننصر بدين. فقضية البناء الديني، أنا عايز أخلاق تطلع أمة ذات أخلاق وبقيم تطلع عشان توصل. مين اللي هيبنيها غير الملتزمين؟ الشباب. يعني الشباب الملتزم. تاني حاجة، الملتزم في أي مكان مهما كان ناجح. يعني لما تخش في كليات القمة دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقى في تصدر للشباب الملتزمين في كليات القمة، طب، هندسة، أي كلية هتروح تلاقي هناك الملتزم له دوره، له دوره، سواء إن هو متفوق في العملية الدراسية، كذلك متفوق في الناحية الشرعية، متفوق في أمثلة كتير جدا، وأي حد هيقبلهم في أي مكان، كل مكان الحمد لله أصبح في كل مكان في جمهورية مصر العربية، أي مكان تخش فيه لازم تلاقي فيه ملتزم وناجح ومتفوق وواصل. طيب معانا اتصال هاتفي، الأستاذة إيمان من البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أستفسر من الشيخ على حاجة؟ طب لو سمحت أستاذن حضرتك بس وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون. حاضر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا متجوزة بقالي 3 سنين إلا شهور، في مشاكل بيني وبين جوزي بتحصل كتير قوي. بيجي عليا كتير، بيضربني، بيهني، بيجرح فيا كتير، مقصر معايا مع اهلي جامد. ايه سبب المشاكل؟ ما اعرفش، هو بيتخلق عليا على طول، بيمد ايده عليا. يعني كان مقصر انه مش راضي، ما كانش بيبقى راضي يخليني اروح عند اهلي غير لما يجيله مزاجه، مش بيسأل على اهلي، مش بيكلمهم. طب ترد عليه ولا حاجه؟ انا في اول المشوار خالص كان بيضربني ومد ايده عليا، ما كانتش بيبقى في اسباب، ولو في اسباب بتبقى اسباب تافهه جدا. حصل كذا مره زعلت ورحت عند اهلي، ورحت اخر مره رحت غضبت 7 شهور ما سالش عليا خالص، كنت بسال عليه، بتصل بيه، بحاول اوصل له من كل الاماكن، بس هو ما كانش بيرد عليا. عشان احنا نفترض ما كانش، مش عارفه، عشان احنا نفترض ان هو الراجل بيخش يضرب من غير سبب ويهجر من غير سبب، الكلام ده ما يقبلوش العقل. في اسباب، قولي لي اسباب، وانت ايه اللي بيزعله لدرجه انه يضربك؟
هو ما فيش راجل هيخش يضرب في مراته من غير سبب. معرفش يعني هو مش معقول هو يخش يخش عليا بيبقى في حاله طبيعيه خالص. ممكن يضرب زوجته. انا مش بتكلم في قضيه الضرب ذاتها، انا بتكلم هو بيضرب ليه، ايه المبررات اللي توصله انه يضرب؟ يعني ايه المبررات؟ يعني هل انت بترد عليه، هل اكله مش جاهز، هل المكان مش جاهز، هل انت مش جاهزه، هل فاحنا نشوف الاسباب ونمنع الاسباب، واكيد اذا منعنا الاسباب اي حاجه بعد كده هتتمنع. واضح؟ والله حضرتك يا شيخ انا عملت كل اللي اتعمل معاه، انا سجدت لجوزي، سجدت له. ما هو برضو انا اشوف هو بيضرب ليه يعني. هو ده انا مش معقول، انا مش معقول اقول ان الراجل يخش من باب الشقه يقول لمراته السلام عليكم وينزل فيها ضرب. في سبب قال لك اعملي كذا. بيتعامل معايا معامله غريبه على طول يا بنت، في الدخله وفي الطلعه قدام اهله، بيهين فيا، بيجرح فيا، لما بيطلب مني حاجه انا قلت له ناديلي، يعني انا لسه ما حصلش خلفه، انا ربنا كرمني كذا مره بس ما فيش نصيب. يعني بمناسبه الاطفال كمان عايرني، انا كنت حامل وهو ضربني، يوم ما عرفت ان انا حامل مشيت رحت عند اهلي فقدت ابني، هو برضو مطلع السبب عندنا، وانا الحاله النفسيه هي اللي وصلتني لكده. ما هو العمليه كلها يعني انا عشان اقول لك ان انت مظلومه، انا ما عنديش مشكله اقول مظلومه بناء على كلامك، لكن انا لو سمعته اكيد هو عنده مبررات، فانا ما اقدرش اقول دلوقتي. انا عايز ايه يعني يا ام اصلا؟ انا عشان اقول لك ايه؟ هقول لك ان لابد ان حد يتدخل من اسرك واسرتك ويقعد معاه ابوك ويقعد يقول له انت بتضربها ليه، ونشوف اسباب الضربه ونمنحها اسباب ان هو بيعمل. ولو كان في تقصير من حضرتك برضه تحاولي تبعدي عنه. بيكره اهلي مش عارفه ليه. هو بيكره اهلك ليه؟ شوفي انت بتعملي ايه بيوصلي انه يكرهه. مفيش حد بيكره اهلك من غير سبب. ما هي احنا عايزين. انت مقصره، انت مقصره في ايه؟ انا عايزه اعرف انا مقصره في ايه. انا شايله، بص شايله اهلي كلك يعني فوق دماغي، وبحترم الكبير والصغير، بس ما اعرفش هو طريقته معايا عامله كده ليه. طيب احنا ما عندناش الا حل واحد بس. اتفضل. حضرتك كل يوم قبل الفجر بساعه تتوضي وتصلي ركعتين وتسجدي وتطلبي من ربنا ان يهديه لك، ما عندناش حل تاني غير ده. ايه بس ده الحل الوحيد، ان احنا ما نلجاش الا لله جل جلاله، انك انت تسجدي كل يوم وتقول يا رب اهدهوا لي وحببوا فيا وقربوا مني وما تخليش يمد ايده عليا، زي ما انت بتكلمني كده اطلبي من ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يغير. شكرا لحضرتك يا استاذ ايمان. معانا اتصال تاني الاستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله، الله يخلي حضرتك. والله يا فندم انا كنت اتجوزت واحد يعني كان قريب مني في السن، وبعدين حصل ان هو ما كانش عنده حيوانات منويه، وبرده كان عمل شويه حاجات كده اخطاء يعني، بمعنى صح انه نصب على زمايله في الشغل وكان واخد قروض من البنك، فطبعا الحياه كانت هتبقى مستحيله معاه. اتطلقنا تمام. بعد 3 سنين جالي انسان يعني متجوز مع زوجه ومع اولاد، طبعا انا عايز اخلف فوافقت. الحمد لله احنا مستمعين معايا كويس. يعني رضيت بشقه غير جديد ورضيت بكل حاجه يعني، ما فيش حاجه خالص يعني ان انا ما وافقتش بيها. اي حاجه امكانيات ضعيفه جدا وافقت، عشان عايزه افتح بيت وعايزه استقر واخلف. المهم ده بقى ما بقاش يجي، طبعا هو عارف ان انا منفصله عشان نفسي في ولاد. بقى النقطه دي بقى يحاربني فيها، هو طبعا عنده 4 اولاد من مراته الاولانيه، مش عايز يجي بالاتفاق اللي احنا متفقين مثلا يجي كل اسبوعين يومين، مش عايز يجي خالص. اما بيجي بيعمل دوشه وخلاص، عشان عارف ان انا هستحمل باي طريقه عشان الدنيا تستقر ان انا متجوزه مره ثانيه. سمعت طبعا كنا تليفونيه بينه وبين واحد عايز يعمل معاه رذيله، ولد من دور ولاده بيقول له تعالى لي، وانا لو طلقتها ان شاء الله هتبقى انت هتاخد اليومين اللي بديهم لها. تمام. سكت. عملت نفسي برضه مش واخده بالي. يعرف اي حد مكسرفس ماشي، يعني عايشه مهينه. هل انا لو انا اتطلقت ابقى انا كده مفتريه، ولا استمر في الحياه دي، ولا اعمل ايه؟ حضرتك صاحبه قرار، انت شايفه؟ نعم. حضرتك صاحبه قرار، شايفه لو انت اتطلقتي هتقدري تعيشي حياه ثانيه، ولا انت تتحملي وممكن الحياه تتعدل؟ اصل العمليه يعني كلها يعني الحياه دي عادي ان انا ممكن استحمل ان واحد يعرف راجل بيمارس الرذيله مع اولاد يعني شباب؟ والله عادي. والله العمليه كلها محتاجه وقفه، يعني حضرتك لو خدت قرار
هو اللي هياخد قرار هيتحمل التبعات بتاعته. لو انت شايف ان المبررات بتاعتك قويه حضرتك انفصلي، بس خلي بالك ان سنك بدا يكبر واظن فرصتك في الجواز هتبقى محدوده وفرصه يعني الخلفه. يعني لو انا استنيت معاه ما بقاش انا كده يعني عارفه الحرام وساكته؟ خلاص حضرتك شايف ان الحل انك انت تنفصلي، انفصلي. انا بقول بس تبعات القرار. ما هو تبعات القرار يا فندم طبعا الحياه دلوقتي صعبه من كل الاتجاهات، بس انا برضو يعني انا لو انا حواجه حاجه زي كده ان انا عرفت ما بقاش ما عنديش دم بقى مش عارف ان انا استمر لحد دلوقتي ما ادوش اي حاجه. يعني حضرتك واخده قرار؟ حضرتك واخده قرار؟ انا مش عارفه والله، انا محتاره استمر ما أنا ولا ان انا خلاص اصل ما في لا انا هتحمل ولا حد هيتحمل، انت اللي هتحملي تبعات القرار. فرق لو خدت قرار انهي الموضوع ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك بخير منه. لكن في حاله الاستمراريه برضو حرام عليا صح؟ ما هي العمليه كلها احنا عايزين بس نشوف هو ايه اللي وصله لكده، يعني هل هو اصلا كان كده ولا الموضوع طارئ. فحضرتك شوفي دورك انت قصرت فيه عشان كده هو اضطر يشوف حاجات تانية، لانه المفروض انه هيجي لك يومين في الاسبوع في كل اسبوعين ولا حاجه، فالمفروض انه هو ما يسيبكيش يعني. طيب شكرا لحضرتك. هو الاتصال فقد، عايز ندخل في الموضوع بتاعنا بقى على طول. حضرتك انت كنا بنتكلم في ان الشباب يعني الملتزم لازم يكون له دور في صناعة المستقبل، وحضرتك قلت ما شاء الله ان في تمثيل مشرف للشباب الملتزم في الجامعات والحمد لله. الحمد لله. طيب في حاجة تانية كنت عايز اتكلم فيها اللي هي الحب عند الشباب الملتزم او الشاب الملتزم والحب، تمام؟ امتى يكون الحب حلال بالنسبة لأي حد مش للشاب الملتزم فقط، وامتى يكون الحب حرام؟ يعني ايه الحب؟ الحب يعني الحب اديني في تعريف للحب. يعني اصل العمليه كلها الحب اللي انتوا بتحبوه ده مش حب. انا دايما كنت بقول انتوا ظلمتوا الحب معاك والله للشباب بتوع اليومين دول يعني. لا لا اصل هي قضيه الحب. انا كنت عامل كتاب بتكلم في القضيه دي اللي هو ايه، كان كتاب بيتكلم في اسمه صناعه الانثى. صناعه الانثى تمام. فصناعه الانثى دي كانت ماسكه القصه بتاعت الثلاثه اللي هم اهل الغار. تمام. الرجل الذي كانت له ابنه عم يحبها كاشد ما يحب الرجال والنساء، وهو بالضبط ان قضيه الحب ده سواء عند المراه او عند الرجل حب تملك. تمام. فاحنا عايزين نضبط الحب. حضرتك بتحبها يعني عايز ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فصل المساله في كلمتين اثنين ما فيش غيرهم. تمام. لم يرى للمتحابين مثل النكاح. لم يرى للمتحابين الا مثل النكاح. الله. بس خلاص. جميل. حضرتك حب جوزك. تمام. حضرتك ما بتحبش عندك مراتك، قضية الحب بعد الجواز كل الحياة قائمة على الحب بعد الجواز. قضية تمام. ما في يعني حضرتك الشاهد عندنا ما في قصة حب من القصص المشهورة ونجحت يعني أو ما جوزوش أبدا. يعني قصة ليلى ما جوزوش، قصة الابن ما جوزوش، أي حد اتنين بيحب بعض القصة المشهورة ما جوزوش. تمام. واللي جوزوا فشلوا. فشلوا. كان رجل متيم بامرأة. تمام. فظل فطر تزوجها ثم طلقها، فقال لصاحبه أبعد كل هذه الحب، أو قال له صاحبه أبعد كل هذه الحب تطلقها؟ فمر على مزبلة فقال والله لا هي أبغض إلي من هذه. ليه؟ لأن الحب هو بيمثل في المحبوبة أو بيمثل في المحبوب المثالية. تمام. أول ما بيصطدم بالواقع بيكتشف أن الكلام ده ملوش لازم. تمام. بس يعني الحب عند الشباب الملتزم او الشاب الملتزم يحب عندما يتزوج. اصل انت هتشوفها امتى وفين. تمام. اصل احنا اللي عندنا احنا دلوقتي يا سيدنا في عصر حتى يعني الدنيا مفتوحه. تمام. تمام. يعني اللي احنا شايفينه. تمام. قدامنا حتى التليفون دلوقتي ممكن يعني الفيسبوك والتويتر والواتساب والكلام ده كله ما خلاش. تمام. تمام. عايزين نضع ضابط لهذه الامور، يعني ما نسيبش الامر مفتوح. انا كنت عامل حوالي 10 قواعد للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. بس انا مشكله مش فاكرها، بس هي اول ضابط واهم ضابط. حضرتك معك تليفون ومعك وقتك. تمام. وربنا يحاسبك انت بتعمل ايه بالظبط. التاني حضرتك الداخل لازم تحدد. الحياه من غير هدف ملهاش لازم نهائي. فرق وانت داخل، انا داخل اعمل ايه تحديدا؟ يعني انا كنت بسمع واحد من الناس اللي بيتكلموا في قضيه التدريب والتربيه والكلام ده، فبيقول لك انا دخلت على الفيس
أنا بدأت أقعد أفكر أنا بستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي. فقال أنا مسكت الفيس فاكتشفت الفيس إن حضرتك جبت جلابية جديدة أو جبت بدلة جديدة فبتصور وترفع الصورة، جبت عربية جديدة، الست عملت أكل، أنت بتكتب أصل بنت خالت عمة مراتي ماتت، أصل بنت مش عارفة آه. فبيقول لك أنا اكتشفت إن ما بيفيدنيش حاجة. فمن سنة 2010 أنا قفلت الفيس وما فتحتوش لحد دلوقتي. فقضية كده أنا هاجي يوم القيامة الفيس ده ليا ولا عليا؟ الواتس ليا ولا عليا؟ تليجرام ليا ولا عليا؟ اليوتيوب ليا ولا عليا؟ السناب شات ليا ولا عليا؟ أي وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على تليفونك أنت تحاسب عنها. تمام. فهي العملية كلها. أنا ممكن أكون بستخدم الفيس بس أنا استخدامه مقيد ومحدود. أنا حضرتك لازم أول حاجة لما تيجي تقعد، وخصوصا الشاب بيقعد في نص الصالة ويحط الجهاز بتاعه مفتوح بحيث اللي رايح واللي جاي يشوف. اتنين، هو داخل بهدف محدد انا هعمل كذا. تلاتة، وهو داخل بيحط عنوان كبير عشان يضيق مساحة البحث. يعني حضرتك ما تكتبش كلمة التوبة بتسكت، تكتب الاسباب التي تؤدي الى التوبة، او هتكتب التوبة النصوح، او هتكتب بحيث كلمة تطلع لك خمس نتائج بدل ما تطلع لك مليون نتيجة. بالظبط. فدي قواعد. تاني حاجة ما يبقاش فيه، يعني انا رأيي الشخصي ما يبقاش فيه نت في البيت. النت واي فاي والكلام ده كله لا لا لا، حضرتك بيحرك انت عندك شغل بتشغل على النت، بتروح سايبر بتقعد لمده ساعه، انت داخل ساعه بتأجر ساعه تخرج خلاص تخلص شغلك، او بتروح مكان ممكن تقعد فيه ساعه تخلص شغلك. لكن حضرتك ان النت مفتوح 24 ساعه وتقدر تشتغل وتعمل كل حاجه، ده مهلك للوقت ومهلك للعمر. تمام. بنشوف شباب، انا يعني انا بالنسبه لي شفت شباب ملتزمين او يطلق عليهم ملتزمين، مش عايز اقول ملتزمين تمام، لان اللي انا بشوفه ده مش التزام اصلا. نعم. تمام. يطلق عليهم ملتزمين ان هم يعني كلام مع الفتيات على الفيسبوك، كلام مع الفتيات على الواتساب، كلام مع الفتيات على يعني ملاحقه الفتاه حتى في التليفون، تنصحهم بايه؟ انا بشتغل مدرسه. نعم. انا بشتغل مدرسه. تمام. فكنت دخلت فصل فلقيت ولد بيكلم بنت. تمام. فبقول له مين دي؟ قال لي لا انا بكلم حد. قلت له انا بسالك سؤال واضح، انت بتكلم مين؟ فقال لي انا بكلم صاحبتي. قلت له يعني صاحبتك؟ قال لي احنا بناخد درس مع بعض. تمام. قلت له طيب، وهل كون انك انت بتاخد درس مع بعض يبقى انتوا صحاب وتكلمها؟ قال لي اه، ما انا مش هسمع حاجه وما فيش بينا حاجه، ده احنا مجرد ان احنا بنتكلم بندردش. قلت له طب سؤال شخصي، انت عندك اخوات بنات؟ قال لي اه عندي اتنين اكبر مني. قلت له طيب لو دخلت على اختك وقالت لك انا بكلم صاحبي هترضى؟ تمام. طيب لو لقيت اختك ماشيه في الشارع مع صاحبك او صاحبها هتقبل؟ تمام. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا تحديدا واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال اذن لي بالزنا. قال اترضاه لامك؟ تمام. قال لا. قال وكذلك الناس. اترضاه لعمتك؟ قال لا وكذلك الناس. فاي واحد لو اكتشف ان اخته بيتكلم واحد هيعمل ايه؟ لو اكتشف ان امه بتكلم واحد. وهي القاعده عندنا كما تدين تدان. تمام. انت بتكلم بنات الناس، حضرتك بكره تكتشف ان مين بيكلم من الرجاله؟ امك، اختك، مراتك، بنتك، زي ما انت عملت بنات الناس بالظبط هيتعمل فيك نصا وتحديدا قالب. يعني انت عملت دي، عملت خطيئه معينه باي شكل، سواء ان انت كلمتها، سواء ان انت فتحت كاميرا، سواء ان انت خدت صور، سواء ان انت خدت فيديوهات، كل ده نصا هيتنقل بقاعده كما تدين تدان. تمام. طيب في يعني نصايح من حضرتك لبعض الشباب اللي هم يعني بيدخلوا جروبات، وفي جروبات معموله يعني بحجه ان هم بستفيد منها دراسيا. دراسي. تمام. انت بتستفيد منها دراسيا، انا باخد من صديقتي او باخد من صديقي المحاضرات. تمام. باخد اللي الدكتور قرره، باخد اللي الدكتور لغاه، باخد، وفي الاخر الامور دي بتؤدي الى ما لا يحمد عقباه. ما هو ده هيرجعنا تاني نتكلم على قضيه الاختلاط. تمام. يعني لما نيجي نمسك، انا قلت لك في قصه اللي الراجل الذي كان يحب ابنه عمه. تمام. هو شافها فين؟ شافها فين؟ ووصل الامر انه بيحبها فين؟ تمام. ووصل الامر انه ايه؟ كاشد ما يحب الرجال والنساء. فانت لو حبيت تقفل الباب اقطع ما برده. حضرتك ايه؟ كانوا زمان عاملين مجموعه رجاله ونسوان. فانا قلت لهم يعني ايه؟ حصل ولسه موجود الجروب ده فعلا. اه، فاحنا نفصل الرجال لوحدهم في مجموعه والنساء لوحدهم في مجموعه.
النساء بيبقى مجموعه مشرفه نساء ورجال ومجموعه مشرف رجاله. تمام. والكلام ده اتحطينا اتكلمت حاطين حضرتك. انا بقول لهم لو جات لي الرساله على الواتس انا عندي مجموعه وجات لي رساله من راجل وتحتيها رساله من امراه, حضرتك هتقرا الاثنين بنفس الكيفيه؟ لا طبعا. اقفل الباب. فحضرتك انت دلوقتي شايف ان ده باب فتنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهم. ده كده في كله, ما فيش حاجه اسمها صغير وكبير. قالوا كل ساقطه في الحي لها لاقطه. كل ساقطه في الحي لها لاقطه. تمام, جميل جدا. طيب الشباب, واحد شاب ملتزم لكن دايما نفسه بتغلبه وشيطانه بيغلبه وبيقع في ذنوب الخلوات. ما هي احنا لازم نركز في نقطه مهمه. اصل الوقوف في الذنوب ليه؟ اصل الوقوف في الذنوب ان انت فاضي. تمام, اشغل نفسك. قاعده كده, نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالبطل. تمام. حضرتك لو عندك حفظ وعندك قرايه وعندك تسميه وعندك مراجعه وعندك صلاه وعندك ذكر وعندك ما عندكش وقت, هتجيب وقت للذنوب منين؟ تمام. فهي قاعدة كده, حضرتك تشغل نفسك بحيث انك انت ما يبقاش عندك في وقتك يوم فاضي, في يومك وقت فاضي. تمام. طول ما انت مش فاضي هجيلك الذنوب منين؟ واحدة جاية بتكلمك لكن انت عندك مذاكرة, لا انا مش فاضي. تمام. واحدة بتتصل بيك, انا مش فاضي. فالعملية كده ايه؟ عملية تنظيمية, ان انا طول ما انا مشغول هجيلي الذنوب منين؟ ذنوب الخلوات ليها حل بسيط, حضرتك ما تقعدش لوحدك دايما. لا حضرتك قاعد, حضرتك متجوز قاعد مع مراتك جنبيك بحيث ان حتى لو حصلت اي حاجه مراتك جنبك. حضرتك مش متجوز قاعد مع ابوك وامك, يعني دايما انت بتقعد لوحدك دايما الذنوب. انت لو قعدت لوحدك انت ضعيف, فما تقعدش لوحدك. امك قاعده فين؟ انت بتذاكر, قول لها اقعدي جنبي. تمام. ابوك قاعد جنبك, اخوك قاعد جنبك, زوجتك قاعد جنبك, ولادك قاعدين جنبك, بحيث ان لما تيجي فرصه المعصيه هتعملها فين؟ بالظبط. فدي بتضعف مواردها. ثاني حاجه برضو اهم من ده كله مراقبه الله عز وجل, اللي هو اعلى مقامات الايمان, ان تعبد الله كانك تراه. وسؤال من احد المشاهدين, هل الحب حرام؟ أنه حب؟ هو المفروض ان يعني هو سامع دلوقتي, هو سؤال حضرتك وصل للشيخ, انت بتقول هل الحب حرام؟ طيب أنه حب زي ما قال الشيخ؟ يعني ممكن تبعت لنا. طيب هو بعت كمان, ما حكم الانشاد والابتهال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا ضابط الانشاد وضابط اللي منه يجوز في حالتين, في ثلاث حالات تحديدا. الحاله الاولانيه في حاله العمل الشاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحفر الخندق قال لجابر اسمعنا شيئا من رجزك, فقال اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله. فده في حل الأعمال الشاقة. اثنين في حل الحداء. الحداء ان الواحد بيمشي قدام القافلة فبيبدأ يحدو, فبتبدأ الجمال تظبط خطوتها على الحداء بتاع الراجل فيبدأ يسرع, فلما يسرع تبدأ الإبل تظبط خطوتها, كل ما يسرع تسرع. عشان كده اختلفوا في قضية رفقا بالقوارير يا أنجشة على قولين. القول الأول ان انجاش كان صوته جميل جدا والنساء قلوبها ضعيفه, فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على نسائه الفتن. الحاجه الثانيه ان انجاش كان بدا يسرع, فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على نسائه في الهودج. الثلاثه في الافراح, والافراح هذا خاص بالنساء الجواري اللي عندهم 11 سنه. تمام. 12 سنه لسه ما بلغوش. لكن الرجال في قضيه الانشاد, يعني الشيخ الفوزان كان عامل كتاب بيتكلم في حكم الانشاد الاسلاميه, كان الشيخ الالباني قال كلمتين, قال هي صحيفتك تحب أن تكون فيها أناشيد ولا قرآن؟ تمام. قرآن طبعا. بس خلاص. تمام. هو براحتك, هو أنت بقى جاوب براحتك. أنا بقول لك تحب إيه؟ يوم القيامة تبقى أنت حضرتك إمام ومصلي بالناس. شيخ الإسلام عليه رحمة الله سئل, هل يذهب الرجل يصلي بالناس ويكتب له أجر, أو يذهب إلى المسجد بنية الإمامة ويكتب له أجر؟ قال نعم. طيب تحب يبقى أنت إمام ولا منشد؟ تمام. بس انت صحفتك براحتك زي ما انت عاوز. طب العلامه ابن عثيمين اتكلم في الانشاد, يعني انا ما اذكر كان في فتوى يعني اللي هو الانشاد اللي هو ما خلا من الموسيقى او اي كلام شبه فيه بالنساء
ده حلال، فايه رأي حضرتك؟ انا قلت لك الثلاثة الحلال. تمام. قلت لك في المال الشقة، تمام، في الحداء، في الافراح تخص بالبنات. تمام. يعني الانشاد اللي احنا شايفينه ده اي شوف، هو اصل هي العملية كلها في النهاية، انت لو بتقول انك انت بتتكلم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، افضل مدح النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اتبع هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ده افضل من انشاد بكتير يعني. طيب. نرجع لموضوعنا وهو الشباب، يعني دور القدوة في حياة الشباب وخاصة الشاب الملتزم. ما هي دي آفة المجتمع. احنا عندنا دلوقتي لما تبص للشباب الملتزمين اللي موجودين في المجتمع، هم ليه بيتخبطوا؟ لأنه ما عندوش المثال اللي يحتذى به. يعني ممكن يكون شاب ملتزم، أبوه مش ملتزم وأمه مش ملتزمة. يعني لما نيجي نتكلم في قضية التعبد، إحنا ليه دلوقتي بدأنا نفتقد العباد؟ لأن هو الشاب لما التزم ما شافش أبوه، عمره ما شاف أبوه بيصلي بالليل، ولا شافه محافظ على صلاة الجماعة، ولا شاف، فهو هيتعلم منين؟ تمام. فإحنا النهاردة المفروض إن إحنا مجموعة ملتزمين، ممكن كتير منا يكون سلق الطريق من غير وجود القدوة. ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا وفصل لنا المسألة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا المثال اللي يحتذى به عندنا. فأنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم عليه رحمة الله عمل كتاب كبير كده، كتاب ده له طبعات مختلفة، الطبعة الكويسة منه 6 مجلدات، اسمه زاد المعادي في هدي خير الآباد. يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيسرح شعره ازاي، بيحط الكحل ازاي، بيقاتل ازاي، بيصوم ازاي، كل حاجة. خد الكتاب ده احفظه. تمام. زاد العباد في هدي خير العباد، او زاد المعادي في هدي خير العباد. تمام. هذه دور القدوة، انه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل افعاله واقواله. ان لم اجد قدوة امامي عين تطبيق عمل للشرع قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أصله القدوة اللي قدامي، الرؤية العينية بتختلف عن السماع أو بتختلف عن القراءة، لكن لما بشوف قدامي قالوا إيه، من رأى كمن إيه، من رأى من سمع ليس كمن رأى. تمام. فأنا عايز اللي قدامي. تمام. طيب برضو هننتقل من دور القدوة إلى دور الدعاء في، يعني وبرضو يعني أنا نفسي نرجع دور يعني هيبة العلماء وهيبة الدعاء كما كانت. يقولوا يد تبني وألف يد تهدمه. يد تبني وألف يد تهدمه. الداعية أصله بكلمة واحدة، يعني يا شيخ أبو صخر ربنا يحفظك، أنا كنا في قضية حفظه الله، في قضية مهمة جدا. لو إحنا افترضنا أن أنا عندي قرية 100,000، محتاجة كم دكتور؟ قرية 100,000 يعني ما على الأقل محتاجة 10,000. طب محتاجة كم شيخ؟ والله هي محتاجة لو شيخ واحد. طيب مين أهم، الدكتور ولا الشيخ؟ أعتقد الشيخ. هو ابن القيم بيقول كده، بيقول إيه، إن الداعية في معنى كلامه يعني الداعية الذي يصلح القلوب أفضل من الطبيب الذي يصلح الأبدان. الداعية الذي يصلح القلوب، أو العالم الذي يصلح القلوب، أفضل من الطبيب الذي يصلح الأبدان. تمام. فإحنا محتاجين 10,000 شيخ، محتاجين 20,000 شيخ. فدلوقتي لما نيجي نمسك كده القرية، ممكن نلاقي مدن كاملة ما فيهاش داعية. تاني حاجة، الداعية مهاجم، كل وسائل الإعلام بدأت تترصد وبدأ يتخيل للناس انك انت إرهابي. عشان ايه؟ ما تيجي تقيس بالقواعد العقلية البحتة، مين الإرهابي، انا ولا انت؟ فهي العملية كلها كده، بدأ نوع من انواع التنفير، أصبحت اللحية بتهاجم من غير سبب، والنقاب يهاجم من غير سبب. من غير ما أمني، أنت سمعت عني لكن لم تسمع مني، اسمع مني. تمام. اديني فرصتي. وبعدين الإرهاب، يعني يعني الإرهابي مش بيظهر نفسه. تمام. الملتحي أو الملتزم بيقول لك أنا هو، يعني مش أنا مش إرهابي، إنما الإرهابي يتخفى، يكون حليق، يكون كذا كذا يعني، إنما اللي بيظهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إرهابيا. وبعدين أصل إحنا عندنا إشكال كبير في قضية الدعاء، إن إحنا بنعظم أخطائهم جدا. إيه، إنت ليه شلت عنهم صفة البشرية ورفعتهم لمرتبة الملائكية؟ بالضبط. مش كل ابن آدم خطاء. تمام. مش الدعاء دول برضو من ابن آدم؟ تمام.
طب خطأ أنا بعظمه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لما يبقى أحد له مكانة وأخطأ خطأ يتعدله، لأن هذا سيئة في بحر حسناته، في واحد ما نعدهلوش لكن في واحد تاني لازم نعدهله. فإحنا ليه ما نيجي في باب الدعاء وليه أخطأهم ما تمرش؟ هو مش بشر. تاني حاجة، ما عنده حسنات كتير، انت ليه نسيت كل حسنته وافتكرت السيئة؟ ليه قتلته بالسيئة بتاعته دي؟ تمام. يعني طيب ازاي حضرتك، يعني زي ما قلت حضرتك، نرجع دور الدعاء مرة اخرى؟ في حاجة بيعملوها جميلة اسمها، ودي مفتقدينها جدا، اسمها المعاشة التربوية. المعاشة التربوية ان الجيل الاول الفريد الى ربا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربا فين؟ في دار الارقم. ربا بالايه؟ بالمعاشة. المعاشة انه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسطهم كل يوم يصلي زي ما بيصلوا، او يصلي ويصلوا زي ما بيصلي، عايش معاهم بليل ونهار. فهي ده دور الداعي، ان يعيش الناس، يبقى في وسطهم، يعرف اخطائهم ويعالج اخطائهم، عنده منكر ينهى عنه، عنده معروف يأمر به، يعلمه دين، يعلمه القرآن، يعلمه السنة، يعلمه. هي دي مهمة الشيخ. ما تبقاش المهمة منفصلة، يعني احنا مش عايزين الشيخ يعيش في برج عاجي ويكلم الناس من فوق، لا لا، عيش في وسطهم عشان تعرف أخطائهم عشان تقدر تقوم. ولابد للناس انها تقبل، في قاعدة مهمة جدا خصوصا في قضية الحرية، انت فاهم انك انت تفعل وقت ما تشاء وقت ما تشاء، وده غلط، انت عبد، انت لا تفعل الا الامر وتترك النهي، فلا ينبغي ان تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. وخيرية هذه الامة كلها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ينبغي ان اراك على خطأ واسكت، هذا حقك علي وحقي عليك، ان رأيتني مخطئا ان تنصحني، حقك علي وحق عليك. طيب، هو الأستاذ المشاهد اللي كان بيسأل على الإنشاد بيقول: قد أجاز طائفة من العلماء المدح، فعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب في المسجد وحسان بن ثابت فيه ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشده فيه، وفيه ومن هو خير منك؟ ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. ما رأي حضرتك في هذا الكلام؟ هنا كان قضية إيه؟ ما كانتش قضية مدح وحسن ابن ثابت، ده كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيهجوا بالشعر، فكان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، هو بيقول الحديث، بيقول لك عندك إيه؟ الحديث إنه كان ينافح يعني يدافع عن النبي. فهم كانوا بيهجوا بالشعر، والعرب كانوا مميزين في إيه؟ في الشعر. فهو كان بيرد عليه. فكان يخرج لسانه ويحركه كأنه سيف، فيقول: أنافحهم بلساني. فدي المنافحة، لكن أنا في مقام المدح. ما فيش في مقام المدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرد على من يسبون رسول الله. يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، الهجاء معروف عند العرب. تمام. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك على تشريفك، الشيخ طه يعقوب الداعي الإسلامي الكبير. تشرفت وحضرتك، نورت النهاردة وتشرفت بحضرتك. جزاك الله خير. وجزاكم الله خيرا على الحضور، وربنا يبارك في حضرتك ويبارك في سعيك. آمين. جزاك الله خير. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.